المسألة المسائل الإجرائية اللي كان عندنا عليها تحفظ شديد جدا هو أنه قضية السلام عموما قضية الشيء الطبيعي ووفق الوثيقة الدستورية كان مفروض تتولاها السلطة المدنية ممثلة في رئيس الوزراء وتيمو. أول حاجة عمل المكون العسكري أنه اختطف الملف حق السلام، وأول وهن تم في موضوع الحكومة المدنية أنها تخلت بسهولة ويسر عن أخطر الملفات. اتضح أنه كانوا عايزين موضوع السلام ده لحاجة ما عنده أي علاقة بالسلام، يعني اختطفوا ملف السلام عشان يستغلوه لمصلحة عدم تحقيق سلام. المسألة الثانية أنه عندما بدأ ملف السلام امتلكته أو أدارته الأيدي الملطخة بالحرب واللي ما في عندها فكرة عن موضوع السلام. إيش معنى المسؤول عن السلام حميتي؟ ومن المؤكد ما بيعرف جذور الحرب، ما قرى له سطر واحد عن النزاع، عن جذور النزاع، عن أنك أنت بتصنع السلام كيف، أنه المشكلة هي ذات شنو. ده رجل في التاريخ بتاعه المعروف أنه مغامر طموح، جابوا البشير استغلاه عشان يبقى له اليد الباطشة، لما البشير مشى خلاه لنا كقنبلة مؤقتة. في حقيقة أمر ده لو نحن عايزين نتكلم بالنصيحة، يعني ده استلم مصير ملف السلام في السودان، السودان البعج بالعقول المفكرة، البعج بالناس الكتبوا عن جذور الصراع كتب وعندهم معلومات كاملة لكيفية تحقيق السلام، لأنه شخصوا الحرب ومشكلتها والنزاع من جميع جوانبه المتعلقة بصراع الموارد، جوانبه المتعلقة بصراع الهويات، جوانبه المتعلقة بالتهميش، جوانبه المتعلقة باختلالات التنمية، جوانبه المتعلقة بالصراع السياسي. المقاربة للسلام هي مقاربة البشير اللي هي طوالي بتتكلم عن المكاسب للنخب. من أصل البشير ده من ما بدأ بيعمل ديل بيشتري به النخب، عشان كده أي اتفاقية بتبدأ باقتسام السلطة، اقتسام الثروة، ترتيبات الأمنية، ودي كلها ما عندها علاقة بحل المشكلة من جذورها، لأنه حل المشكلة من جذورها مش أنك تدي الناس دي الوظائف دي أنت بتشتري بها الزمن بس، والبشير أصله كان بيشتري في الزمن. لذلك جاءت اتفاقية جوبا بادية بقسمة السلطة وقسمة الثروة نسب، أنه نحن عايزين 20% في وزارة الخارجية كويس من السفراء، 20% في الوزارة الفلتكانية وظائف. الكلام ده ما عنده علاقة بحاجة الدولة للوظائف، ما عنده علاقة بأنه الناس دي بالفعل هم ما عندهم تمثيل كافي في الوظائف، ما عنده علاقة بالاقتصاد، ما عنده علاقة بأي شيء، لأن الوظائف دي بتنمو مع زيادة التنمية. أنت لو كنت فعلا عايز سلام، لو كنت أنت زول مفكر، ولو كنت أنت عايز تحل المشكلة بتاعت السلام في السودان، بتقول يا جماعة جذور الحرب هي شنو؟ هي علاقات مختلة في الدولة السودانية صنعت طبقتين، طبقة حاكمة وطبقة محكومة. الطبقة الحاكمة دي شكلت الدولة كلها على رؤاها هي، وما وقفت هنا، شرعت في أنها تصبغ رؤيتها دي على كل باقي البلد، أخرجتها في التعليم،
خرجتها في الإعلام، خرجتها في الثقافة، خرجتها في في سبل كسب العيش، خرجتها في الكوزين الأكل والشراب، خرجتها في كده كويس، حتى في الزي، حتى في اللغة، حتى في الأكسنت، حتى في اللهجة كويس. في حين أننا نحن مجتمع متعدد الثقافات ومحتاجين نخلي ندير هذا التعدد بدل نمحاه كويس. إذا نحن نأسس الدولة، الجهاز بتاع الدولة ده يتأسس على هذا التعدد، بعدك بنعرف في أي حتة الاختلال وين. نشوف الوزارة المعينة لقينا فيها تضخم بتاع بشر نقطعه، دايرين لقينا مثلا دارفور فيها عطالة، نسبة بطالة كبيرة، نقول مثلا في الخمس سنوات القادمة دي نحن عايزين نعمل مشاريع بتاع التنمية في دارفور تستوعب لنا عدد كذا خريج وكذا، وتفتح كذا فرص بتاع عمل في العام. في خلال خمس سنوات من الآن بنكون قضينا على البطالة والعطالة في دارفور. أنه نحن نخطط في الخمس سنوات القادمة ننفذ المشروعات الفلانية في شرق السودان، ده كان المفروض يكون موضوع التعامل الجذري مع أسباب الحرب الجذرية اللي أنت بتعالجها هنا، ده في الاختلال بتاع الخرطوم. بعدين نحن قواتنا دي دارين مثلا نجي نستوعبها أو نستوعب منها أغدار اللي بنحتاج لها. مثلا نحن محتاجين للجيش السوداني ده محتاج أن يكون عدده كم نفر، وأنه يتقسم إزاي عشان يعكس التنوع، ونضع خطة طويلة المدى بموجبها يتم دمج بعض القوات بتاعة الناس الحالية دي جوا الجيش السوداني. لا لا، لكن دم الحاصل، الحاصل أنه الناس دي مشوا ويعتبروها دي فرصة لتوزيع الرتب وبيجوا يبيعوا. في ناس كتار جدا جدا عند باعوا له الرتب. في قوائم جابت الحركات دي فيها ناس أصلوا ما قاتلوا معه وما كانوا جزء من الجيش. أنا بقولها الناس بتاع قادة الحركات دي الناس أصدقائي شخصيا، لكن بفتكرهم أجرهم في حق السودان، أجرهم في حق السودان لما يتعاملوا مع موضوع السلام بالطريقة التافهة الكعبة الخطيرة اللي ما بتحقق سلام، بتحقق حرب وبتصنع فتن. ده غير أنه في النهاية اتضح أنه تآمروا مع حميتي عشان يعملوا الانقلاب ده، وعملوا الانقلاب. أي تقويض لبنود الوثيقة الدستورية هو في نفس الوقت تقويض لاتفاق سلام جوبا. المادة 1-3 من اتفاقية سلام جوبا تقول إنه مرجعية هذا الاتفاق اللي هو اتفاق سلام جوبا هو الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا. أي انقلاب على الوثيقة الدستورية هو في الواقع انقلاب على اتفاق جوبا لسلام السودان. اتفاق جوبا لسلام السودان أيضا فيه بند واضح جدا بنبذ كافة أشكال العنف والعمل المسلح في في الحياة السياسية، يعني نبذ كافة أشكال العنف في الحياة السياسية. الغرض منه تشجيع الحركات المسلحة للانتقال إلى حركات سياسية مدنية. المعني بهذا ليس المكون العسكري وحده، المعني بذلك أيضا من وقعوا على الاتفاق وساندوا الانقلاب هم خرجوا على الاتفاق الذي وقعوه. اثنين، طوال الفترة منذ التوقيع النهائي على اتفاق جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر 2020 لم تنفذ من هذا الاتفاق سوى 3 بنود من 273 بند ملزمة التنفيذ في مصفوفة الاتفاقات. يعني تم يعني تنفيذ البند المتعلق بمشاركة الحركات في مجلس الوزراء وفي مجلس السيادة وفي مجلس التشريع، حددت هذه الحكاية ولكن يعني حددت أصله. أنتم
قلتوا نحن الجبهة الثورية وبتتعاملوا كجبهة وقلتوا نحن قوميين، يبقى انتم مهيئين كنتوا بحكم التكوين ده الى انكم تتكلموا عن جذور الحرب الاصلية. قصة ان عندنا دولة شائعة نصلحها كيف؟ بس التشوهات التاريخية دي كلها تصحح انه اي اقليم is entitled لانه يحكم نفسه، اي اقليم is entitled بانه ينمي الريسورسز بتاعته، وانه في الريسورسز بتاعته غالبية الريسورسز تمشي لتنمية الاقليم بالذات اذا كان تنميته كانت مهملة. وهذه المسألة حدثت بفعل فاعل، لم تحدث هكذا، لأنه يعني غابت الإرادة السياسية، لأنه الوجهة الاستراتيجية لاتفاق جوبا لسلام السودان هو تحول ديمقراطي مربوط بالسلام. لا يمكن تحقيق سلام في ظل نظام ديكتاتوري، ولا يمكن لأي ديمقراطية أن تزدهر في ظل الحرب الأهلية.